أهلا بكم. في هذه الحلقة محافظ مصر في البحرين المركزي يحدثنا عن فرص الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ورئيس التنفيذي لألبا يوضح تأثر توزيعات الأرباح بتكاليف خدمة ديون الشركة، وأيضا رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت يكشف عن خطة لزيادة كمية الأسهم المتاحة للتداول. تابعونا. وقعت وزارة المالية البحرينية اتفاقا مع شركة بلانيت بايمنت لبدء العمل بنظام استرداد السائحين نسبة من مبالغ القيمة المضافة لدى مغادرتهم، حيث سيتم ربط المؤسسات التجارية المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، سيتم ربطها بمنافذ المغادرة في مطار البحرين، وستتوفر للسائح إمكانية استرداد نسبة من المبالغ التي تم تحصيلها منه للقيمة المضافة. ألزمت مؤسسة التنظيم العقاري البحرينية ألزمت المطورين الراغبين في بيع وحدات على الخريطة بالحصول على رخصة قبل الإعلان عن بيع المشاريع، كما ألزمت المطورين بتخصيص فترة 7 أيام للمشترين المحتملين للعدول عن قرار الشراء دون تحمل التزامات، ومن بعدها يتم إبرام اتفاق ملزم لطرفي التعاقد. وجهت وزارة الصناعة البحرينية الدعوة لجميع المؤسسات التجارية والمصنعة والمستهلكة لمنتج البوليميرات فائقة الامتصاص ذات منشأ اليابان وتايوان لملء استمارات مكافحة الإغراق لاتخاذ إجراءات تعويضية طبقا للقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون. كشفت نتائج البنوك البحرينية عن العام الماضي أنها استفادت كثيرا من إصدارات أذون الخزانة الحكومية وارتفاع العوائد عليها، يعني كان هناك أذون خزانة بعوائد بنسبة 4.5% لفترة 3 شهور على سبيل المثال. ولكن خلال العام الحالي نلاحظ أن احتياجات البحرين للاستدانة تتراجع، كما أن الفوائد على الديون السيادية البحرينية تقل. محافظ مصر في البحرين المركزي يطلعنا ضمن لقائه التالي معنا على فرص الاستثمار في أدوات الدين الحكومية هنا في البحرين. اللي أحب أقوله بالنسبة لهذا الوضع أنه سوق الأوراق المالية الخاص بالسندات في البحرين سوق أصبح عميق وفي سيولة عالية وضمن آجال مختلفة اللي توفر قنوات استثمارية للمؤسسات المالية والأفراد والمؤسسات الغير مالية أيضا، وهذا اللي لاحظناه أن هناك في إقبال كبير في الواقع لشراء مثل هذه الأدوات في الفترة الأخيرة. من المعلوم أن لجوء البحرين لإصدار أدوات دين سيقل خلال 2019 مع برنامج استعادة التوازن المالي، وأيضا أعتقد حتى معدلات الفائدة على أدوات الدين البحرينية خبطت كثيرا، ولكن إلى أي مدى نتوقع بالفعل أن يكون هناك إصدارات جديدة خصوصا من الصكوك السيادية خلال العام الحالي 2019؟ والله أي إصدار جديد سيعتمد بالدرجة الأولى على شكل الميزانية للدورة القادمة اللي هي 2019 و2020. الميزانية ما زالت قيد التحضير وستعرض على مجلس النواب، وعلى ضوء الشكل النهائي للميزانية سنحدد احتياجات التمويل. يعني ما مدى تعافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر في البحرين المركزي حاليا معاليك؟ والله شوف، يعني المهم في الأمر أنه الفترة الأخيرة شهد نوع من الاستقرار بالنسبة لكل المعاملات المصرفية. إعلان البحرين عن برنامج التوازن المالي أعطى صورة واضحة عن كيفية التعامل مع العجز في الميزانية، والمستهدف لتخفيض هذا العجز إلى التوازن مع 2022. هذه المؤشرات كلها كانت لها وقع إيجابي كبير في الواقع على المتعاملين في السندات البحرينية سواء في محلياً أو على مستوى دولي. في الأشهر الأخيرة شهد تحسن كبير في الواقع للعائد على السندات وسعر السندات، وهذا كان انعكاس لكل المؤشرات الإيجابية اللي
خرجت من البحرين، وهذا بطبيعة الحال انعكس على أوضاعنا المالية بشكل عام. الحديث عن التقنيات المالية في البحرين يتجدد مع اتساع دائرة البنوك التي تهتم بالتكنولوجيا الجديدة، وخصوصا البنوك الاستثمارية التي ترغب في دخول قطاع التجزئة من بوابة التطبيقات الإلكترونية الجديدة. اهتمام البنوك البحرينية بالتقنيات المالية الجديدة يتزايد، ومؤخرا بدأت البنوك في أن تحذو حذو الجهات الحكومية التي تعتمد على خدمات تخزين البيانات السحابية، وهناك مجهودات كبيرة للترويج لمعدلات الأمان المرتفعة في التقنيات المالية الجديدة لإقناع جمهور المستهلكين بأن أموالهم وبياناتهم ستكون في أيد أمينة، وأن التقنيات الجديدة توفر حماية أكبر من أدوات العمل القديمة. وتبدي البنوك اهتماما كبيرا بالتقنيات المالية الجديدة لأنها أولا توفر ضغطا كبيرا لتكاليف التشغيل، كما أن المعاملات المالية على المستوى العالمي تتحول جذريا ناحية استخدامات تطبيقات تكنولوجية، ولن يسمح السوق ببقاء البنوك تعمل بأساليبها القديمة. تطبيق التكنولوجيا المالية الفتنك يقوم على أسس مختلفة، وهو الطريقة الفضلى بالنسبة لنا لرفع سوية العمل المصرفي في المستقبل، حيث أننا نأخذ الوظيفة الأساسية للبنك ألا وهي القدرة على تخزين المال بأمان، ونستعمل التكنولوجيا لتقديم الخدمات. الأمر لا يعني وضع بطاقة الائتمان على الهاتف المحمول، بل نفكر كيف نؤمن القدرة على الحصول على الائتمان بشكل فوري عبر الهاتف. أنت لست بحاجة إلى بطاقة ائتمانية بلاستيكية أو رقم مكون من 16 خانة لفعل ذلك، بل تحتاج إلى أن تعرف الزبون ومتى يحتاج ذلك الزبون للائتمان، وأن تقدم ذلك الائتمان للزبون بسلاسة وبأقل قدر من الاحتكاك. والميزة التي لدينا كشركات تكنولوجية مالية هي أننا نستطيع تصميم كل شيء بأبسط تكنولوجيا ممكنة. بإمكاننا أخذ المعلومات الشخصية الحيوية للزبون والخوارزميات التي تدرس الشخصية وكل الأشياء التي تستطيع فعلها التكنولوجيا الجديدة واستعمالها لتساعدنا على تقليل الاحتيال وسرقة الهوية، ما يزيد الأمان على المدى البعيد للزبائن. طالما عرف عن التقنيات المالية الجديدة وتطبيقاتها أنها توفر حلاً لبنوك التجزئة لاختراق أسواق جديدة وتسهيل الحصول على تمويلات ومعاملات من الزبائن، لكن البنوك الاستثمارية أيضاً مهتمة بالتقنيات المالية الجديدة وتوفير منصات يمكنها مخاطبة طبيعة عملائها من الباحثين عن حلول مصرفية استثمارية ومعاملات مالية كبيرة تناسب صفقات التجارة العابرة للحدود. النقلة التي تمت تكنولوجيا كانت في قطاع التجزئة. نحن كما تعلم لدينا 4 بنوك نملكها في العالم العربي تعمل في قطاع التجزئة، منها في مصر أو في الجزائر أو في تونس وفي الأردن. هذه البنوك لها عملاء بالألاف، وبالتالي قلنا دعنا نركز أولا على عملائنا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن هؤلاء العملاء يحتاجون إلى عمليات مصرفية يصعب الوصول إليهم، أو ما يسمى بالفاينانشال انكلوجن. عندما بدأنا في هذا وجد مصرف البحرين المركزي أن المؤسسة بدأت تقطع شطوات طويلة في نوع من ما يمكن أن نسميه بالريادة في البحرين. فنتيجة الرؤية القيادية لمصرف البحرين المركزي اقترحوا علينا أن يعطونا رخصة تجزئة في البحرين من أجل البدء في البحرين، وكان هذا يتفق مع أهدافنا، لأنه بداية التجربة في حقل تجربتنا اليسيرة في البحرين في مكان قوتنا يعطينا فرصة لتجريب الخدمات التي سنقوم بإطلاقها ثم زرعها في وسط أكثر اتساعا في أسواقنا في مصر وفي الأردن التي اخترناها أولا. وأيضا هذه الأسواق تحتاج إلى نوع من الخدمات تختلف عن الخدمات في البحرين. في البحرين نحتاج إلى نوع من المدفوعات، بينما في مصر نحتاج إلى خدمات الشركات الصغيرة وهكذا. فبالتالي نظرنا أولا مع السوق في خدمات التجزئة، وهذا هو كان تركيزنا في المرحلة الحالية. ولكن عندما تلقي بنفسك في هذا البحر تجد أن هذا البحر يقذفك إلى أمواج أخرى، وهي الأمواج التي كنا نريد أن نبدأ بها، وهي صرافة الجملة. والآن
سنة 2019 و2021 المؤسسة أعادت النظر في استراتيجياتها، بحيث أصبحت السياسة الرقمية والاستراتيجية الرقمية سيكون لها تأثير على بنك الجملة بالأخص في قطاعات تعتبر أساسية بالنسبة لنشاطنا، مثل تمويل التجارة الخارجية التي نهدف في بعض المنتجات الأساسية مثل الاعتمادات المستنية مثلا المستندية، أن نصل إلى نوع من إدارة هذه المنتجات بطريقة رقمية من البداية إلى النهاية، من خلال الاتصال بالعميل أولا ثم إنهاء عملياته داخل البنك من خلال وحدات التشغيل. وهذا سيكون طبعا خطوة مهمة جدا ونقلة كبيرة للمؤسسة، وأرجو أن وأظن وأحسب أن تكون أيضا للسوق. بالتأكيد. إلى أي مدى الاستثمار، استثمار البنوك في التقنيات المالية الجديدة مكلف؟ نعلم أنه كان هناك أرقام شبه فلكية عندما تبدأ البنوك في عمل تقنيات مالية جديدة منذ سنوات قريبة، يقولون أن التكلفة أصبحت أقل الآن ويعني في متناول الجميع. هل صحيح أن تكلفة التقنيات المالية الجديدة تراجعت بشكل الذي يشجع البنوك حاليا؟ أولا يجب أن نفصل بين التقنية وبين الإدارة. التقنية كانت ولا تزال وسيلة، وهي وسيلة يجب أن تكون متاحة للجميع، وهي الآن متاحة للجميع. نحن كما رأيت نقوم بعرض معرض فني تقني للمستقبل من خلال شركائنا الذين نعمل معهم في هذا الحقل الآن، والتجارب التي نقوم في إطلاقها استعدادا لإطلاق البنك الرقمي للإي بي سي. تجد أسماء مثل جوجل، تجد أسماء مثل ماستر كارد. هذه الشركات توفر لك تقنية، ولكنها قد تعمل مع أي حد في السوق يرغب في العمل في هذا المجال. الفرق هو فقط في الابتكار، الفرق هو في محاولة توظيف هذه التقنيات من أجل خدمة أغراض موظفينك وتوجيهها إلى الاتجاه الصحيح. نحن بدأنا بعدم إنفاق أي أموال إلا بالقدر الضروري الذي نراه يسمح لنا بالوصول إلى عائد يمكننا من الاستمرار. فهذه التقنيات في الحقيقة هي تقنيات من شأنها أن تخدم التكلفة، التكلفة التشغيلية من خلال تنزيل التكلفة الحالية. فاصل قصير ومن بعده نتابع كيف يمكن أن تؤثر تكاليف الديون على توزيعات أرباح ألبا خلال العام الحالي. انتظرونا. أهلا بكم من جديد. شركة ألمونيوم البحرين ألبا حصلت على قروض تناهز 3 مليارات دولار لتمويل خط الإنتاج السادس والوصول بطاقتها الإنتاجية لحوالي 1.5 مليون طن سنويا. ولكن السؤال الآن هو كيف يمكن أن تؤثر تكاليف خدمة هذه الديون على توزيعات الشركة خلال الفترة القادمة؟ يجيبنا رئيس التنفيذي لشركة ألبا. So I think the market reaction, my view, I think it was a bit of an overreaction. كانت هناك مبالغة في ردة فعل السوق برأيي، وهذه طبيعة البورصة. حققنا خسارة كبيرة، وهذا أمر لم يحصل منذ زمن طويل، والأسواق فوجئت بذلك. كل شركات الألمنيوم عانت في الربع الرابع وليس نحن فقط. انظر إلى ألكو وروسال مثلاً. لكن الأمور استقرت نوعا ما، وخاصة في الأسواق المالية. انظر ماذا حصل في يناير، كان هناك ارتداد إيجابي بعد الانهيار الكبير في ديسمبر، والعالم عموما في وضع إيجابي. هناك توترات كبيرة بين أمريكا والصين، ونفترض أنها ستحل، مما سيعيدنا إلى الوضع الطبيعي وإلى الاستقرار في البورصة، والأمور في تحسن منذ بداية العام. كيف تتوقع مسار أسعار الألمنيوم خلال العام الحالي؟ هل لنا أن نتوقع وصول الألمنيوم مرة أخرى لسعر 2400 دولار للطن أو يتجاوز ذلك أم أقل؟ كيف تنظرون لأفق أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن؟ لا أعتقد أن الألمنيوم سيصل إلى 2400 دولار للطن. في العام الماضي ارتفع السعر بسبب العقوبات على شركة روسال، ووصلت الأسعار إلى 2600 دولار. حاليا السعر هو 1850 دولارا. برأيي الأسعار سترتفع.
هي منخفضة بحسب الأساسيات، والعالم سيشهد عجزا في الألمنيوم بمليوني طن هذا العام. ومع تحقق العجز وارتفاع الطلب فإن الأسعار سترتفع إلى 2000 دولار. أما في السنوات اللاحقة فهناك احتمالا كبيرا لأن ترتفع الأسعار فوق 2000 دولار. فإذا نظرت إلى العرض والطلب ليس هناك مشاريع إنتاج كبيرة خارج الصين باستثناء ألبا، والطلب على الألمنيوم ينمو 3.5% أي مليوني طن سنويا ولابد من توفيره. بخصوص التوزيعات طبعا السؤال الملح على أذهان حملة الأسهم لألبا الآن هو إلى أي مدى من الممكن أن تسهم تكاليف الدين لخط التوسعة، إلى أي مدى من الممكن أن تسهم في الحد من التوزيعات خلال هذا العام أيضا. لم يكن المستثمرون سعداء بعدم الحصول على التوزيعات لأننا كنا معتادين على تقديمها من قبل. حاليا وبسبب القيود المرتبطة بديوننا البالغة 2.5 مليار هنالك قيود أثناء الإنشاء لا تسمح لنا بدفعات التوزيع. سننجز العمليات في أواسط العام وستزول تلك القيود وسنسدد ديون الخط السادس، لكن هذا الخط لوحده سيزيد الإيرادات بمقدار 1 مليار دولار. مبيعات ألبا العام الماضي بلغت 2.4 مليار دولار وسترتفع إلى 3.4 مليار دولار، وهذا يعني إنتاجا أعلى وأرباحا أعلى، وسنكون قادرين على دفع التوزيعات العام القادم. بالحديث عن هذا الكم الكبير من المعدن الذي سيتم إنتاجه من ألبا بعد خطة التوسعة، أي الأسواق من الممكن أن تمتص من وجهة نظركم أن تمتص هذه الزيادة في الإنتاج؟ سنضيف 540 ألف طن اليوم. نبيع 40% من إنتاجنا إلى الشرق الأوسط، ونتوقع المحافظة على هذه النسبة مع التركيز على البحرين وهي سوقنا الأساسية. وبالنسبة لأسواق التصدير تعتبر الولايات المتحدة حتى مع فرض التعريفات أفضل سوق أن نصدر إليه، وهي تستهلك 6 ملايين طن ولا تنتج إلا 900 ألف طن سنويا. كل الولايات المتحدة تنتج أقل من ألبا التي تنتج اليوم 1 مليون طن. والسوق الأوروبية هي سوق تنمو مع تزايد استعمال المعدن في إنتاج السيارات وهذا جيد، والسوق الآسيوية سوق جيدة. رغم التراجع النسبي لأحجام وقيم التداولات في البورصة البحرينية مؤخرا، إلا أن عمليات شراء أسهم الخزينة وأيضا توزيعات الأرباح صعدت بقيم بعض الأسهم في السوق لمستويات قياسية. المزيد عن الأسهم البحرينية في التقرير التالي. سهم المصرف الخليجي التجاري احتل صدارة الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بفعل عمليات شراء أسهم الخزينة، وارتفع سهم المصرف بحوالي 12% على أساس أسبوعي، كما حظي سهم مجموعة البركة المصرفية بارتفاعات بلغت حوالي 8% وسط نشاط ملحوظ في أعقاب قيام المجموعة بالإعلان عن نتائج فاقت التوقعات. فعلى الرغم من عدم التوصية بتوزيع أرباح، إلا أن نتائج البركة عن العام الماضي كشفت تماسكا في مواجهة أزمة تراجع سعر صرف عملات دول تتواجد فيها المجموعة، مع تسجيل نمو في صافي الدخل بنسبة 5% وصولا إلى 202 مليون دولار. كما بدا أن برنامج صانع السوق لشركة باتيلكو البرنامج لم يكن نشطا بما يكفي، وغلبت نزعة الاحتفاظ بالسهم على المتداولين. خلينا نشوف باتيلكو كانت تتداول على عائد 10-11% قياساً لباقي شركات الاتصالات في باقي الأسواق كانت تتداول على خصم يعني كبير بالنسبة لباقي الشركات. طيب بالانتقال لموضوع آخر يشغل السوق، مسألة الاندماجات والاستحواذات وأخبار الاندماجات في القطاع البنكي، كيف تتوقعون تأثير ما يدور حالياً على الأسواق وعلى القطاع البنكي وأسهم الأسهم القيادية للبنوك البحرينية؟ أعتقد يعني الكلام هنا يتمحور حول اندماج AUB مع KFH، بس أقول لك بشكل عام المنطقة مقبلة على اندماجات. وفي القطاع المصرفي عندنا ما شاء الله عدد كبير من البنوك، وهذا يخلق عدم inefficiencies في البنوك. الاندماجات نتيجة طبيعية، consolidation قاعدة تصير في كل القطاعات. النقطة الرئيسية أن يكون في الاندماج يؤدي إلى
قيمة إيجابية حق المساهمين. حظي سهم الأهلي المتحد بنشاط كالمعتاد مدعوما بنتائج أعمال مميزة بتسجيل أرباح صافية تناهز 700 مليون دولار وبنمو بحوالي 13% وبتوزيعات أرباح نقدية بخمسة سنتات للسهم الواحد تعادل 20% من القيمة الإسمية إضافة إلى أسهم منحة بنسبة 10%. كما حظي بنك البحرين والكويت بارتفاعات بحوالي 10% إثر نمو أرباحه بحوالي 14% مسجلا 67 مليون دينار وبتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلس للسهم. بالرغم من النشاط الواضح على أسهم بنك البحرين والكويت في أعقاب الإعلان عن نتائج قياسية، إلا أن السيولة على أسهم بنك البحرين والكويت ما زالت ضعيفة بسبب تملك مؤسسات مالية كويتية لحصص كبيرة وقلة كمية الأسهم المتاحة للتداول. لكن رئيس مجلس إدارة البنك كشف لنا عن نية الجمعية العمومية مناقشة تحويل سندات إلى أسهم بهدف زيادة كمية الأسهم المتاحة للتداول. موضوع الاندماجات موضوع دائم على جدول أعمال مجلس الإدارة، وخلال 2018 وافق البنك المجلس على الاستراتيجية القادمة اللي كانت من 2019 إلى 2021، وأحد البنود الهامة بالنسبة لموضوع اللي نبغي أو المجلس يريد يركز عليها هو موضوع الاستحواذ أو الاندماج. فبيكون موضوع حام في الوقت الحاضر، ما في أي شيء، لكن إذا في شيء بيكون تركيز البنك في المرحلة القادمة. والسبب الرئيسي أن البنك بحصته في السوق البحريني في إمكانية نمو، لكن أنا أعتقد أن أفضل طريقة على أساس أن يكون نمو أسرع هو أن البنك يستحوذ على شركات أخرى أو أنشطة معظمها في المجال المصرفي. لماذا ابتعدتم بخطة التوسع ناحية الهند؟ هل السوق تعتقدون مشبع في المنطقة في الشرق الأوسط في منطقة الخليج لأن يدخل بنك البحرين الكويت كلاعب في سوق صرف التجزئة هنا؟ دائما كان السوق الهندي سوق هام، كون سوق كبير وجمهورية الهند لها علاقة مباشرة وفي أنشطة مختلفة مع المنطقة ومع البحرين، فيعني كان لنا دور، خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار الجالية الهندية التي تعمل في منطقة الخليج. فأخذنا كل هذه العوامل، أعتقد أن كانت فرصة جيدة أن البنك نوعا ما ينوع من أعماله، ينوع من مصادر الدخل من ناحية الجغرافية، وفي نفس الوقت يدخل في سوق في مجال واسع وفي مخاطر كثيرة كذلك، لكن سوق كبير وممكن أن هذا يؤدي إلى زيادة في الدخل بالنسبة للبنك. أخيرا سيد مراد، كيف تنظرون لأفق نتائج البنك في 2019؟ ومرة أخرى بالحديث عن السهم، هناك توزيعات جيدة، هناك رغبة أعتقد للشراء ولكن لا أحد يبيع، هل هذا الأمر نوعا ما مرضي لأن تكون سيولة أو أسهم بنك البحرين الكويت أو كمية الأسهم المتاحة للتداول الحرة عند هذا المستوى، أم من الممكن أن نتوقع خطوات بهدف زيادة كمية الأسهم المتاحة للتداول؟ طبعا كما تعرف أصدرنا قبل فترة سندات قابلة للتحويل إلى رأس مال ومعروض أمام الجمعية العامة في اجتماعها القادم في شهر مارس تحويل هذه السندات إلى أسهم. فتلقائيا رأس المال البنك الصادر والمدفوع سوف يزيد بهذا الكمية الجديدة اللي يكون تحويلها من السندات إلى أسهم. أعتقد
ما البنك المجلس والإدارة دائما تراقب هو ملاءة رأس المال. ففي الوقت الحاضر ملاءة رأس المال تقريبا يفوق 19%، وهو مستوى جيد. السبب في إصدارنا قبل 3 سنوات السندات لتحسين كفاءة رأس المال، وبالفعل تحقق ذلك. فالآن نبني على ما تحقق. بهذا نأتي إلى ختام حلقاتنا، إلى اللقاء.